السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. غادي نوريكم كيفاش تنحضر واحد الاكله عزيزه عليا بزاف، واللي هي البوبوش او غلاله او البوبوشه. ها هي اول مره نلقاها في امريكا، ولكن ماشي بحال ديال المغرب، مختلفه عليها شويه. هذه جايه مقببه شويه، ماشي دايره، وانما قلت ماشي مشكل، المهم نوجدها. فانا جبتها وغادي نوريكم الطريقه باش غادي نحضرها. غادي ندوزو المكونات. عندي هنا هادو الاعشاب ديال البوبوش، هادو شريتهم من المغرب، تيكون فيهم عرقسوس والقشور ديال الرمان وواحد التشكيله تتباع جاهزه. ماشي مشكل الا كانت ما كايناش، فتديري التشكيله ديالك اللي هي هادي. تندير ورق الغار، شويه فليو، شويه الزعتر، عود القرفه، شويه ديال الازير. تندير ايضا القليل من حبوب الشاي. عندي هنا البصله والطماطم مقطعين على اربعه، تنبغيهم باش تنكهوا لي ديك المرقه، اللي ما بغاهمش يستغنى عليهم. عندي القليل من الزيت تقريبا 4 كاس. عندي ماء، وعندي هنايا النعناع مع الربيع، ربيطه النعناع والربيع، وايضا عندي القشور ديال حامضه او القشور ديال البرتقاله حسب الاختيار. عندي شويه الكمون، شويه الزنجبيل، شويه ديال الفلفله حمراء، الملح، فلفل اسود والكركم، واللي بغاها حاره ممكن يزيد الفلفل الحار. تندوزو مباشره لطنجره الضغط. كي تشوفوا درت هذيك الطماطم والبصل. غادي ناخذ النعناع مع البقدونس والقزبره، وغادي نلويهم بالخيط مع القشره ديال الحامض. ممكن كيف قلت الا كانت القشر ديال البرتقال حتى هو تيجي مزيان، حتى هو تيعطينكها مزيانه. فاحنا تنحزموهم مزيان هاد الربيطه بهذا الشكل، تنزيدوهم. ثم تنجيبوا هاد القطعه ديال القماش، وغادي نديرو صره ديال الاعشاب الاخرى اللي سبق لي ذكرت لكم. وتتبقى هاد الاعشاب اختياريه، يعني كل واحد راه تيدير التشكيله على حسب الذوق ديالو، يعني ماشي شرط واحد التوابل معينه. ثم تنزيد الكميه ديال الزيت، تنحرك كل شيء مزيان، نحيد هذا الشيء من قدامي، وغادي نزيد التوابل. ثم غادي نزيد الماء، يعني كميه كبيره ديال الماء تقريبا 2 لتر ونصف، وتنخليهم يغلاو. كيف تشوفوا هنا ها هما غلاو مع الماء. دابا تناخذ هاد البوبوشه، بطبيعه الحال راه غسلناها مزيان، غسلتها بالملحه، في المغرب تيديروا لها حتى النخاله، ومن بعد زدتها في داك الماء وخليتها حتى طابت. فهذا هو الشكل النهائي ديالها. وغادي ندوز دابا غادي نصفي داك المرق من اي حاجه فيه، يعني من دوك الاعشاب، من ديك النعناع، من مطيشه والبصله، تنصفي مزيان لان صافي طلقوا النكهه ديالهم فما بقيتش محتاجاهم. ودابا انا صفيتو بهذا الشكل. هذا تيعجبني انا تكون زعما المرق منسم مزيان، ما يكونش ميه. وهذا هو الشكل ديال التقديم. بطبيعه الحال تنقدموها مع هاد العويدات باش تناخذوا بهم الحلزون. نتمنى تعجبكم كيف ما عجبتني. نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله، وغادي نخليكم مع هاد الايقاعات القناويه ومع البوبوشه المغربيه.